اي حد بيشتغل يعني. انا كنت بشتغل في قناه الجزيره، هل انا كنت عامله حضرتك سبتيها وكثيرين سابوا مرتب في مقابل عمل ازاي ده يبقى راتب جاسوس؟ مرتب في مقابل عمل شيء، وان واحد واخد تقدير مقبول وبيتعين معيد في كليه الهندسه في احدى الجامعات الاجنبيه بمرتب 12000 جنيه احط قدامها 1000 علامه استفهام وعلامه تعجب، وابحث كده لمده اسبوع اعرف ان هو اتدرب في صربيا او اتدرب في انقره او اسطنبول او راح امريكا عند ماما هيلاري. تمام.